الجيل ال11، احنا بنتكلم على جهاز ما شاء الله من الاجهزه الاعتماديه جدا بخصوص الاجهزه البيس، كل بيدور على جهاز يكون 2 ان 1 وتاتش. جهاز هنا موفرين يعني المواصفات الاعلى، كور اي 7 الجيل 11، رامات 32، وطبعا احنا عارفين رامات بلت ان، فالنسخه ال 32 دي بتكون مميزه جدا. وكمان هارد بتاعها 512، متوفر كمان منه شاشات ال 4K برامات 16 وهارد 256، ونقدر نعمل طبعا ابجريد للهارد زي ما احنا عايزين. جهاز زي ده بالحالات ده حاجه مميزه جدا زي ما احنا شايفين، يعني حاله تكاد تكون جديده. سريعا برضو كده خلينا نشوف الاجهزه الابل، احنا موفرين برضو نسخه محترمه جدا من الابل ماك بوك برو، ده بيجي مع النسخه في 2019، كور اي 9 برامات 32 وهارد 500، ده مشحون 27 شحنه. احنا عندنا اغلب الاجهزه هنا شحناتها تعتبر اقل من 200 وكلهم اسعارهم واحده، احنا بنتكلم ما فيش اي تفريق. اللي هيحضر ويشوف الجهاز اول مره هيقدر ياخد النسخه الاقل بالنسبه للسايكل كاونت. احنا خلينا نقول تاني امكانياته، الكور اي 9 رامات 32 وهارد 500 اس اس دي، وكمان الكارشه بتاعه الاي ام دي ال 5 560 اكس ال 4 جيجا، دي نسخه مميزه جدا من الابل. كل ده واكتر هتلاقيه موجود في منتج ستور، احنا موجودين في 36 تقاطع نبيل وقاد مع النزهه، ارض الجولف مدينه نصر، احنا قدام كوبري النزهه، تقدروا تكلمونا او تبعتوا لنا اي مسج على الواتساب، هنبعت لكم اللوكيشن وفي انتظاركم.